أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول وأشرق والبيت والأركان والحرم والعرش يزدان والكرسي يبتسم واللوح والسترة العصمة والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ما مضى يا واسع الكرم العرش لذو بحضرته صلوا علي كنز للمريد حكوب العرش العصماء والقلم يا مولدي المصطفى شع
خيزت ما يسمعنا في قالته يسبوه إذا قال محمد على عرشه يا زدان والكرسي يا بتسيم واللوح والسدرة العصماء والقلم نفس الفداء ولي قبر أنت ساكنه فيه العفاف هو فيه الجد والكرم العرش يا زدان والكرسي يا بتسيم واللوح وسدرة العصماء والقلم والله يفوح المسك والعنبر مع العود والله يفوح المسك والعنبر مع العود حضرة سيدي طه مع العود واسبر يا فتى لو كنت موعود انزور البيت من قبل العتاب يا 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 باغ هيا الله يا الله يا أحد جل الله يا الله يا الله بسم الله فتحنا البواب يا الله يا الله صلينا مع الأحباب يا الله يا الله ودارت بيننا الأكواب يا الله يا الله ودرنا غبي بسم الله يا الله يا الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
فهو نعمال وسائل عند ولي
أشرفا والله أحمد جبريل ومع الملكين أتى ببراق العز إلى أحمد وصلاة والله بتسليم ومزيد الفضل على أحمد وصلاة والله بتسليم ومزيد قلت يا
أيد الباني
الصلاة والسلام.